أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية المباشرة من قناة الرافدين، حيث نذهب إلى بث مباشر من مدينة الناصرية وبالتحديد من ساحة الحبوبي التي اقتحمتها الميليشيات قبل قليل وقامت بإحراق خيم المعتصمين وأطلقت الرصاص بكثافة على المتظاهرين والمعتصمين هناك. هناك أنباء عن سقوط شهداء وجرحى، أهالي الناصرية يستغيثون جراء هجوم الميليشيات القوية على خيم المعتصمين. نذهب إلى ساحة الحبوبي في الناصرية نشاهد هذه الصور الأولى ببث مباشر من ساحة الحبوبي في الناصرية. إذن الميليشيات والقوات الحكومية اقتحمت ساحة الحبوبي قبل قليل. نحن معكم أعزائي المشاهدين حتى تتوفر الصورة كاملة وواضحة من ساحة الحبوبي في الناصرية. طبعا اليوم سقط 3 شهداء في مدينة الناصرية جراء إطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الحكومية والميليشيات هناك، كما كانت القوات الحكومية والميليشيات قامت بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في ساحة الحبوبي. هذه صور مباشرة، نشاهد هذه الصور، نشاهد هناك حرائق وهناك تجمع للمتظاهرين في الناصرية في ساحة الحبوبي. ننتظر ورود صورة كاملة، وبسبب ضعف الانترنت في العراق الصورة تصل متقطعة إلينا. نعم نتقطع عموما يمي. حتى خيمة الشهداء، حتى هاي حرقوا حتى صور الشهداء. نعم، نستمع إلى ما يقوله الشباب هناك، شباب الناصرية، من اللحظات الأولى التي تم اقتحام فيها ساحة الحبوبي وإحراق الخيم. كما استمعنا قبل قليل من المصور بأن الميليشيات قامت بحرق الخيم وقامت كذلك بحرق محتويات هذه الخيم بشكل مباشر. الأنباء تردنا الآن بأن أهالي الناصرية يتوافدون إلى ساحة الحبوبي ردا على هذا الهجوم من قبل الميليشيات. يبدو أن الميليشيات قد أغاضتها اليوم المسيرات المليونية في الناصرية وفي بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، فخرجت ظنا منها لإفشال ثورة تشرين ولإنهائها. ولكن نشاهد هذه الصور الحية والمباشرة من ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، كيف أن الوفود تتجمع ردا على حرق الميليشيات لخيم المعتصمين هناك. نحن معكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية المباشرة من قناة الرافدين لتغطية ما يحدث في مدينة الناصرية، حيث ترد الأنباء من هناك باقتحام الميليشيات لخيم المعتصمين في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية. وكما أشرنا بأنه قد سقط اليوم 3 شهداء بسبب إطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الحكومية والميليشيات على المتظاهرين السلميين. اليوم كانت هناك تظاهرة مليونية كبيرة حاشدة خرج فيها أهالي الناصرية ردا على الدعوات التي دعت إلى إنهاء ثورة تشرين، وبالتحديد بعد انسحاب
أنصار مقتدأ الصدر وتهديد مقتدأ الصدر بشكل واضح وصريح اليوم لثورة تشرين، ودعا أنصاره إلى عدم الوقوف مع المتظاهرين سلبا أو إيجابا مع المتظاهرين، ولكن كما شاهدنا اليوم هناك مليونية في العاصمة بغداد، مليونية في الناصرية، ألاف مؤلفة في المثنى، في ميسان، في بابل، في كربلاء، في النجف، كلها خرجت من أجل الوطن وخرجت تطالب بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. إذن نحن وإياكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية المباشرة من قناة الرافدين ننتظر ونترقب أي شيء يحدث في الناصرية أو في بغداد. هناك أنباء تحدثت كذلك كما تحدث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وحذروا من أن الميليشيات تنوي اقتحام ساحة التحرير في العاصمة بغداد، ولكن الساحة في بغداد ساحة التحرير يتواجد فيها الآلاف من المتظاهرين ومن الناشطين وهم متأهبين لأي هجوم من قبل الميليشيات التي تحاول فض وإنهاء هذه التظاهرات. اليوم كذلك قامت هذه الميليشيات بقصف السفارة الأمريكية، هناك أنباء تحدثت عن إصابة 3 من موظفي السفارة الأمريكية، وهناك أنباء كذلك تحدثت بأن الإدارة الأمريكية تريد الرد على هذه الميليشيات. الوضع في العراق في تأزم وفي تصاعد مستمر، هناك من راهن على إنهاء ثورة تشرين بعد انسحاب أنصار مقتدى الصدر بعد أن طالبهم بالانسحاب، ولكن اليوم العراقيون ردوا ردا مزلزلا وقاموا بالخروج بتظاهرات كما أشرنا مليونية. هذه الصور التي نشاهدها الآن من الناصرية في بث مباشر من هناك بعد اقتحام الميليشيات للخيم وإحراقها ظنا منها لإنهاء ثورة تشرين. دعونا نتابع أبرز التغريدات على تويتر في هذه اللحظات. علاء الركابي الناشط المعروف الدكتور علاء الركابي من الناصرية قال: الناصرية لا تكسر، الناصرية لا تهزم، تبقى حرة أبية الناصرية. يقول: يا خونا، يا جبناء، يا عملاء، تاج راسكم الناصرية. نشر آخر مقطع فيديو يوضح فيه، وهو الصحفي عمر الجنابي قال بأن هذه العجلات التي هاجم الساحة الحبوبي يظهر فيها الفيديو بأنها سيارات مدنية من نوع بيك أب. يقول: وقتلت المتظاهرين المعتصمين سلميا في ساحة الحبوبي. تظهر في المقطع كما أراه الآن على موقع تويتر بأنها سيارات مدنية تابعة إلى الميليشيات دخلت إلى الساحة. نعم، لمزيد من المعلومات وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رافع الفلاحي. دكتور، الميليشيات اقتحمت ساحة الحبوبي وأحرقت الخيام، ولكن المتظاهرون عادوا إلى الساحة، كيف ترى هذا الموقف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور. الحقيقة هذه كانت متوقعة، خاصة بعد تظاهرات المليونية للطلبة، بعد دخول الطلبة، والطلبة كما تعرف أنت ويعرف كل المشاهدين أن الطلبة هم عتاد كل الثورات وعتاد الثورة العراقية هذه بشكل واضح جدا جدا. لذلك دخول الطلبة بهذه الأعداد الكبيرة، فشل خطتهم في إنهاء التظاهرة التي إنهاء التظاهرة في ساحة التحرير أو حصرها في مكان ضيق منذ يعني ليلة أمس، هم هاجموا ساحة التحرير وفشلت محاولاتهم، رد عليهم الشعب العراقي بهذه التظاهرات الكبيرة في كل المدن العراقية. الآن لا. ذهبوا إلى الناصرية، الناصرية تشكل ساحة قوية جدا جدا ترفد ساحة بغداد بالقوة والعزيمة والتصدي لهذه السلطة، فبالتالي انسحبت مثل ما جاءت المعلومات، انسحبت هذه القوات الأمنية التي كانت تدعي أنها تحمي الساحة وتركت المجال مفتوح من كل الطرق للميليشيات لتدخل إلى الساحة، تستخدم الرصاص الحي، تحرق الخيام. لكن شباب الناصرية ما شاء الله استطاعوا بسرعة أن يتواصلوا مع بعضهم
تجمعاتهم سريعة جدا، استطاعوا أن ينقذوا الكثير من خيامهم ويعودوا إلى الساحة بقوة وتفر لهذه الميليشيات. هذه المحاولات ستستمر ربما في أكثر من ساحة، ليس في الناصرية فقط، وهذه متوقعة جدا. هذه السلطة تعرف أن هذه الثورة هي التحدي الأكبر لها وتهز عرشها، الأرض تهتز تحت أقدامهم، وهذه محاولاتهم يائسة للدفاع عن كراسيهم، للدفاع عن مكتسباتهم، للدفاع عن المشروع الإيراني الذي يعني يجد في هذه الثورة تحديا كبيرا له لوجوده في العراق. نعم الدكتور رافع، يعني هل يمكن ربط هذا الهجوم على ساحة الحبوبي في الناصرية مع تهديد زعيم أتار صدري مقتدى الصدر اليوم بفض الاعتصام؟ يعني قال بأنه يجب فض الاعتصام، وبأنه هدد بالوقوف مع القوات الحكومية، وقال يجب أن يعود دوام المدارس. دكتور عمر، يبدو أنه هذه جزء من خطة كاملة بدأت بالاجتماع في قم في إيران للميليشيات، وبعدها جاءت هذه التظاهرات، تظاهرات الحكومة وميليشيات عقاها الحزبية ضد الشعب، وجاءت بعدها انسحاب التيار الصدري، جماعة التيار الصدري من الساحات، أعطاهم الأمر بالانسحاب، والهجوم المباشر بعدها على الساحات في وبالذات في بغداد، شهدنا الهجوم على ساحة التحرير، في جسر الأحرار، في جسر السنك. هذه كانت كلها جزء من هذه المخطط. بعد هذه التعليمات التي جاءت بالتهديد الوقوف مع الجهات الأمنية، هذه كلها المحاولات كلها جزء منها كما يبدو من هذا المخطط لإنهاء هذه التظاهرات. لكن يعني واضح جدا وواقع الحال يؤكد أنه هذه المحاولات لن تجدي نفعا. هذه الثورة ماضية وشكلت رقما صعبا ثابتا على الأرض العراقية، ولا يمكن إنهائها بهذه الطريقة. ممكن لهم أن يدخلوا إلى الساحات ويقتلوا عشرات الآلاف من العراقيين، لكن هل ستنتهي الثورة؟ بالعكس، ستزداد الثورة وسيزداد تصميمه، وهذا ما شاهدناه. نعم. كلما انسحب، كلما استخدموا العنف، كلما زادت الثورة تألقا وقدرة وثباتا وتوسعا. نعم دكتور، ألا ترى بأن الميليشيات بدأت بالتخبط؟ يعني تارة تقوم بالهجوم على المعتصمين في الناصرية وفي بغداد، وتارة تقوم بقصف السفارة الأمريكية، كأنها تريد خلط الأوراق. فعلا هذه المحاولة، السؤال ذكي، فعلا هي محاولات لخلط الأوراق، لإثارة الفوضى في كل مكان، ولإعادة سيطرتها على الحال. هي غايتها الأساسية إنهاء هذه الثورة. هذه الثورة تشكل التحدي المصيري، تحدي الحياة. هم يخوضون يعني معركة وجود ضد هذه الثورة. هم كل هذه الطبقة السياسية، كل العملية السياسية بميليشياتها، بقواها الحزبية، بشخصياتها، تعتبر الشعب عدو لها، وخاضت تخوض معركة ضد هذا الشعب منذ 1 تشرين الأول لحد الآن. هذه التظاهرات بتألقها، باستمرارها، بصمودها، ببقائها، تشكل تحدي حياة بالنسبة لهم. فلذلك هم يعني الآن يعني يرمون بكل أوراقهم. نعم. للجهاز على هذه التظاهرة. لكن هيهات، كما يبدو الثوار عازمون، وقدراتهم وتواصلهم وثباتهم يعني يجعل الناس يتندهش وتفتخر بهم الحقيقة، وثورتهم إن شاء الله ثابتة. نعم. وماضية في طريقها لتحقيق أهدافها. يعني هناك حديث عن سقوط شهداء في هذا الهجوم، يعني هناك من كتب على تويتر بأن هناك جثث محترقة داخل المخيم، لأن بعض الناشطين والمتظاهرين كانوا نائمين، وأضاف بأنه حسبي الله ونعم الوكيل. كيف يمكن أن نفسر هذا الصمود من قبل الشباب العراقي دكتور؟ نحن نشهد منذ الأول من تشرين ولغاية الآن عمليات قتل وخطف واغتيال وعمليات اعتقال وهجمات هنا وهناك. كيف يمكن أن نفسر؟ يعني نحن الآن شاهدنا قبل قليل كيف أن أهالي الناصرية يتوافدون بمجموعات كبيرة ويهتفون بالروح بالدم نفديك يا عراق.
كل هذا الصمود مقابل كل هذه الآلة العسكرية وهذه الميليشيات المدعومة خارجيا وهذه القوات الحكومية، كيف يمكن أن نفسر هذا الصمود؟ دكتور عمر، لاحظ يعني كل أفعالهم تأتي في ساعات متأخرة، في ساعات الغفلة، في ساعات متأخرة من الليل، وهذا فعل العصابات، فعل الميليشيات، هكذا يبدأ بالغدر واختيار هكذا أوقات. الثورة من البداية كانت تعرف، الثوار يعرفون أن فاتورة الحرية مكلفة وسيدفعون يعني فاتورة كبيرة ومكلفة جدا. والحقيقة لحد الآن يعني عندما نطلع على الأرقام نجد أن الرقم تجاوز 27,000 عراقي بين شهيد وجريح، وهذا رقم كبير جدا جدا. هذه في معارك بين الدول لا تحصل هذا. الحقيقة الثوار يعرفون أن كل ثورة فيها تضحيات، ولا بد أن يقدموا تضحيات، وثمن الحرية يعني يحتاج إلى مثل هذه التضحيات، وخاصة مع قوى مستبدة وميليشياوية ومدعومة من إيران ومدعومة من الخارج بهذه الطريقة، مستشرسة متمسكة بمكاسبها وبفسادها، لا بد أن تواجه بهذا الشيء. وهذه الثورة تعرفها والثوار يعرفونه، لذلك يعيدون بتضحيات أكبر وأكبر. اليوم يعني نترحم على كل الشهداء الذين سقطوا من الشباب، من أولادنا الشباب في كل الساحات في العراق. اليوم في الناصرية أكيد سقطوا شهداء وجرحى جراء هذه العمليات الميليشياوية التي تغطي عليها الحكومة. قوات الحكومة مشتركة في هذه المؤامرة، في هذا القتل. الكل ليسوا أبرياء، يعني الناصرية تعرضت إلى أكثر من هجمة. وقبلها هذا الشمري الذي قالوا اختفى الفريق الشمري، واختفى وظهر في المنطقة الخضراء وجالس مع وزير الخارجية. نعم. هذا حقيقة. وقالوا كيف سنعه وألقى القبض عليه، ومذكرة ألقى القبض عليه. يكذبون في كل شيء. هم لديهم هدف واحد وإنهاء التظاهرات، لديهم معركة مع الشعب، والمعركة يخوضونها بكل قوتهم، والشعب بكل تصميمه وإرادته يدافع عن حقه، يدافع عن حريته، يدافع عن وطنه، ويريد وطنه، ولا بد أن يسترد وطنه. هذه معركة إرادات، إرادة شعب وإرادة طغمة فاسدة ميليشياوية عصابات. نعم دكتور، أرجو أن تبقى معنا الآن، نشاهد هذه الصور الحية والمباشرة من مدينة الناصرية وبالتحديد في ساحة الحبوبية التي اقتحمتها الميليشيات وقامت بحرق خيم الاعتصام. نعم هذه صور حية ومباشرة من هناك، نرى كيف يتوافد العراقيون من أهالي الناصرية إلى الساحة معبرين عن صمودهم وثباتهم على هذه الثورة، ثورة تشرين. حرقوا الخيم وراحوا، هو هذا اللي صار، اللي توه يجي حرقوا الخيم وراحوا، عبالهم راح نرجع لو نميل لو نخاف، ما يدرون باكر رجع غيرنا ألف وحدة تربات أبو عبد الله. احنا بعد ونفس ما هجموا على الحسين هجموا علينا، وهم باكر راح تفتح الحلوق وتحكي علينا الناس، ونريد نرجع نداوم ونريد نعيش. احنا الاذيه طلعنا، احنا اللي نطالب بحقهم طلعنا الاذيه. نعم دكتور رافع، يعني استمعنا وشاهدنا هذه الصور من مدينه الناصريه وكيف الشباب يهتفون بحب العراق وبعدم التدخلات الخارجية. موقف الحكومة، موقف حكومة عادل عبد المهدي، الحكومة المستقيلة، حكومة تصريف الأعمال تجاه هذه الهجمات، هل برأيك سوف كذلك تخرج علينا وترمي السبب والهجوم على الطرف الثالث الذي بات كأنها مخلوقات جاءت من خارج الكرة الأرضية، هذا الطرف الثالث؟
نعم، هي ليس لديها دكتور عمر، ليس لديها إلا القول هكذا، هي جزء منها، هي من تقود هذه المعارك ضد الشعب، فلذلك هي تحاول أن تغطي على نفسها بالادعاء هكذا. قبل قليل سقطت، يعني كانوا يتحدثون عن سقوط قذائف على المنطقة الخضراء وعلى السفارة الأمريكية. ماذا قال عبد العادل عبد المهدي؟ لا يقول الجهة التي هو يعرف الجهة، يعرف هذه الميليشيات، لكنه يقول جهة مجهولة، وهكذا دائما ما يقولون جهة مجهولة. وأذكرك مرة أخرى، أذكر المشاهدين، منذ أحداث ثورة 1 تشرين قالوا شكلنا لجنة ستتولى التحقيق في القضية وسنعرف من هم القناصة وغير ذلك من الحديث والقتلة. هل استطاعوا أن يقدموا قاتلا واحدا لأكثر، هم يتحدثون عن أكثر من 600 شهيد عراقي، هل قدموا قاتلا واحدا لهؤلاء الشهداء الذين قتلوا على أيديهم؟ أبدا. هذه هي حقيقة، هذه الحكومة جزء من هذه التركيبة، هي ترأس، هذه هي واجهة لهذه السلطة الميليشياوية، لذلك تدافع عنها، لذلك تحاول أن تخفي وجوههم. لكن الحقيقة أن هذه الثورة أسقطت كل أقنعتهم، ما عادوا يستطيعون التستر وراء أقنعة معينة، الحديث عن الشرعية، الحديث عن حكومة منتخبة، الحديث عن برلمان يستحق الاحترام. وما دمنا قد أتينا على ذكر البرلمان، نعم، البرلمان الذي يقولون أنه يمثل الشعب أخذ إجازة لمدة شهر ونص وترك الشعب في الشارع، الشعب العراقي كله في الشارع، والبرلمان الذي يدعي أنه يمثل الشعب في إجازة طويلة للاستمتاع والراحة والاسترخاء. هذا حال هذه السلطة بأحزابها وميليشياتها وقواها، هي في معركة واضحة ومفتوحة ضد الشعب. دكتور رافع، يعني نعود إلى موضوع مقتدى، طبعا الناشط علاء الركابي على تويتر أكد سقوط شهيد في الناصرية، وقال بأن الشهيد الأول بالناصرية هو عبادي حسن زوير، نسأل الله الرحمة لجميع شهداء العراق. دكتور رافع، بالعودة إلى موضوع مقتدى الصدر، هل برأيك بأن شعارات الأمس التي خرج بها المتظاهرون في بغداد وفي الناصرية وفي البصرة وغيرها قد أزعجت مقتدى الصدر حتى يخرج ببيان ثاني يدعو فيه أنصاره إلى عدم التدخل مرة أخرى بالسلب والإيجاب، بل وهدد صراحة بالوقوف مع القوات الحكومية كما أسماها ضد المتظاهرين في فض التظاهرات وفض ثورة تشرين؟ هل هذه الهتافات أزعجت مقتدى الصدر برأيك حتى تتوالى هذه الهجمات على الساحات؟ دكتور عمر، هي هذه الهتافات تزعجهم جميعا، تزعج كل قوى العملية السياسية ومن ضمنهم مقتدى الصدر باعتباره جزء من العملية السياسية، ولا يستطيع أن ينكر أنه جزء من العملية السياسية، دافع عن العملية السياسية، لديه نواب ولديه وزراء وهو مشترك في هذه الحكومات من عام 2005 لحد الآن. فبالتالي هذه ما يحصل اليوم ضد الشعب العراقي، ضد المتظاهرين، ضد ثورة تشرين، هي إرادة إيرانية تعبر عن نفسها ببيانات وبتعبيرات وبخطب وبتعليقات وبتغريدات بهذا الشكل، يعبرون عن تهديدات إيرانية واضحة. هذه السياسة الإيرانية التي وقف خامنئي منذ أول يوم يستحث القوى في داخل العراق ويقول لهم أنتم مجموعة المخلصين، يجب أن تعملوا بسرعة للتخلص من هؤلاء الشغب، من هؤلاء الذي هكذا تدخل في الوضع العراقي بشكل واضح ولم يعترض عليه أحد. فبالتالي هذا يعبر عن السياسة الإيرانية، يعبر عن خشية هذه السلطة التابعة لإيران من أن تستطيع هذه الثورة أن تحقق أهدافها، وهي ستحقق أهدافها. هم يرونها بعيدة والثوار يرونها قريبة، وهي قريبة فعلا، وسيجدون في لحظة معينة أن كل ترتيباتهم، كل قوتهم هذه لا تساوي شيئا أمام إرادة الشعب وثورة الشعب. هذه ثورة مباركة محروسة من الله أولا، مباركة من الله أولا، والنصر من الله، وسينتصرون. هذا الشعب مظلوم، شعب عانى، شعب 17 سنة سرقت حياته، سرقت أمواله، سرق وطنه، سرقت هويته، وبالتالي يريد أن يسترد حياته ويسترد وطنه ويسترد هويته ويسترد
كل شيء سرق منه وهو قادر على ذلك، ورب الجلالة يعينه إن شاء الله. نعم طبعا الآن بحسب ناشطين على تويتر أكدوا سقوط شهيد ثاني، وقال صفحة ثورة تشرين قال اسم الشهيد الثاني هو سجاد مصدق شيخون. نعم الأنباء تتوالى. هناك حديث دكتور كذلك بحسب ناشطين على تويتر بأن هناك سيارات بيك أب تتجمع في شارع فلسطين عند أحد مقرات الأحزاب والميليشيات، وربما أنها تنوي الهجوم على ساحة التحرير. هل هذه الورقة الأخيرة لدى الميليشيات والأحزاب برأيك؟ هي من البداية دكتور عمر، هم ليس لديهم إلا الحل الأمني، ليس لديهم إلا اليد الضاربة من البداية. لم يتصرفوا لم ينظروا إلى الثورة على أنها ثورة شعب، وهم لا يستطيعون أن يقفوا أمامها، وهذه الموجات الصغيرة التي تكونت منذ 1 تشرين واتسعت لتكون هذه الموجة الكبيرة في كل المحافظات العراقية، هذه موجة كبيرة لا يستطيعون الوقوف أمامها. ليس لديهم إلا الحل الأمني، لا يتصرفون إلا بهذه العقلية الاستبدادية، عقلية العصابات، عقلية المجرمين التي تستخدم السلاح ولا تعرف غيره. متظاهرين كلهم لا يرفعون إلا العلم العراقي، لا يحملون السلاح، يعرفون هذا، لكن يواجهوهم بالسلاح، يواجهوهم بكل أنواع السلاح، استخدموا كل أنواع السلاح. في البصرة استخدموا حتى الرباعيات التي تستخدم للطائرات تخدم ضدهم. هذه حقيقة واقعة. فبالتالي هذه السلطة لا تعرف إلا استخدام السلاح واليد التي تضرب واليد الأمنية. الحل الأمني هو الحل الذي بأيديهم منذ 1 تشرين الأول لحد الآن استخدموه. فليس مستغربا الآن أن يهجموا على ساحة التحرير، أن يهجموا على الساحات في كربلاء، في النجف، في الناصرية، في البصرة، في أي مكان. متوقعة جدا جدا هذه أيام، يعني بالنسبة للمتظاهرين، بالنسبة للثورة، هي أيام تحدي، أيام صمود، أيام ثبات، وستنتهي بعدها إن شاء الله بنصرهم، بثباتهم، وسيخسر كل هؤلاء كل ترتيباتهم، كل قوتهم، كل قدرتهم على مواجهة هذه الثورة. نعم يعني قبل قليل أحد أتباع التيار الصدري على تويتر قال بأنه تم حرق الخيم بالكامل الآن، وهروب الجوكرية كما أسماهم، يقول أي تجاوز على سماحة السيد هذا المصير. هذه الحقيقة، يعني ما دمنا قد جئنا على ذكر أتباع الصدر، الحقيقة غالبية أتباع الصدر هم من الناس الفقراء، من أهل العراق، ومصلحتهم في هذه الثورة، مصلحتهم في الانضمام إلى هذه الثورة، لأن هذه الثورة هي من تحقق لهم مكاسبهم. هم أكثرهم عاطلين عن العمل، أغلبهم فاقدين لقدرتهم على الحياة، لقدرتهم على إعالة عوائلهم، لقدرتهم على التنفس برئة نظيفة وبهواء نظيف وبرئة مفتوحة من هواء الوطن. الحقيقة الكل متضرر، يعني هم ليسوا في برج عاجي، هم مجموعة من العراقيين الفقراء المنكوبين، حالهم حال الآخرين، وكانوا في الساحات، وليس مستغربا أن يعودوا إلى الساحات، وسيعودون إلى الساحات، لأنه في هذه الثورة هي مصلحتهم وغايتهم، وهذا الوطن وطنهم. وهذا بالنسبة للآخرين، حتى في الميليشيات، أريد أن أقول في الميليشيات، بعض الميليشيات لم يدخلوا إليها ناس لم تلوث أيديهم بالقتل، لكن دخلوها بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب حاجتهم إلى المال، بسبب حاجتهم إلى الوظيفة، فبالتالي دخلوها، وهؤلاء سيتركونها وسينضمون إلى الثورة. الثورة تتسع، تترسخ، تتعمق، وستأتي ثمارها قريبا جدا جدا. نعم نشاهد دكتور مع بعض هذه الصور الحية والمباشرة من مدينة الناصرية، نتابع. نعم هذه صور من مدينة الناصرية. طبعا الميليشيات انسحبت فور حرقها للخيم، خيم المعتصمين هناك. الآن عادت الساحة إلى المعتصمين والمتظاهرين.
نعم دكتور رافع، لو تحدثنا عن يعني ردة فعل المجتمع الدولي عندما يشاهد مقاطع فيديو منذ الأول من تشرين ولغاية الآن، مثل ما حدث اليوم بالتحديد، يعني هناك مقاطع فيديو تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي توضح كيف دخلت هذه الميليشيات بهذه السيارات وقامت بإحراق الخيم ومن ثم انسحبت دون وجود أو دون أي تدخل للقوات الحكومية أو الشرطة المحلية، برأيك هذا ماذا يعطي صورة للقوات الأمنية في العراق عند المجتمع الدولي؟ دكتور عمر، يعني يجب أن لا ننسى أنه 17 سنة مضت، المجتمع الدولي الذي نتحدث عنه كان يؤيد هذه الحكومة، كان يؤيد هذه العملية السياسية، وكان يتغاضى عن كل مشاكله، وبالعكس كان يتجاهلها وتحدث عن دول ومنظمات ومن ضمنها على رأسها منظمة الأمم المتحدة. يعني الآن في فترة هذه ما يقرب من 4 أشهر، يعني الآن ردود الفعل ربما البعض يجدها متخلفة، يجدها يعني المجتمع الدولي لم يقف مع العراق، نعم، لكن بالقياسات التي كنا عليها قبل 17 طوال هذه 17 سنة الآن أفضل بكثير. الآن المجتمع الدولي ينظر إلى العراق بعين أخرى، يعني هم لا يستطيعون التعبير مثل ما نتوقع بشكل مباشر مباشرة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال ينتقلون، هذه الانتقالة صعبة عليهم، صعبة على سياساتهم، لأن فيها لوم لهم، أنتم أين كنتم طوال هذه السنوات؟ لذلك ربما تأخر هذا الإسناد الدولي للتظاهرات لشعب العراق، لكنه قادم وبأسرع ما يمكن، يعني في هذه الفترة سيقدم، وسنشاهد دعما دوليا من كل العالم لثورة العراقي، لأنه بالتالي هذا المجتمع الدولي بمنظماته بدوله بكل أطيافه لديه مصالح مع العراق، والعراق يشكل يعني بمساحته بوجوده تاريخيا وثرواتا يشكل حالة مطلوبة للعالم كله، وحالة مهمة وموقع جغرافي وسياسي مهم للعالم، بالتالي يجب أن يستقر، وهذه الطغمة التي تحكم العراق لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الشعب. الآن المجتمع الدولي بدأ يفهم أن هذه الطغمة التي تحكم العراق لا تستطيع أن تتفاهم مع الشعب، لا تستطيع أن تتقرب من الشعب، وبالتالي سيقفون مع الشعب ضد هذه الطغمة شاءوا أم أبوا، هؤلاء محاولاتهم كلها فاشلة، والمجتمع الدولي يعني فعلا قادم وقادم لإسناد الثورة، ليس حبا فيها لكن حبا في مصالحة، حبا باستقرار هذا البلد اللي هو مهم للعالم ومهم للمنطقة كلها. نعم دكتور، بالعودة إلى الهجوم على السفارة الأمريكية الذي حدث اليوم، برأيك كيف سيكون الرد الأمريكي على هذه الهجمات المتكررة، لا سيما أن اليوم قد يعني هناك حديث عن أو أنباء عن سقوط 3 جرحى من داخل السفارة الأمريكية؟ والله يا دكتور عمر، أنا لا أستطيع أن أتوقع يعني ردود الفعل الأمريكية. نعم. يعني هذه توقعها صعب الحقيقة، وسياساتهم تعرف أنت يعني سياسات غريبة عجيبة، لكن عموما يعني هذا التحدي موجود الآن أمامهم، هم يعني لديهم حساسية كبيرة جدا جدا من المساس بمصالحهم وأمنهم، و تعتبر السفارة الأمريكية تمثل أمريكا نفسها، لأن سفارات الدول في أي مكان تمثل الدولة نفسها، فالاعتداء عليها اعتداء عليهم. الآن نعم هناك انشغالات، لكن هذا لا يغرنا، إيران اعتقدت أن أمريكا منشغلة في انتخابات قريبة للرئاسة الأمريكية، منشغلة بمحاكمات بكذا، لكن جاء الرد بمقتل سليماني وابو مهدي المهندس ومجموعة من قادة الحرس الثوري، هذا يعني لا يمنع أمريكا من التصرف، فبالتالي لا يمكن توقع ما ستفعله أمريكا. الآن أمريكا أمام تحدي من هذه الميليشيات، وهذه الميليشيات استهترت إلى درجة كبيرة، وهي تعرف أن المواجهة خاسرة، الحرب خاسرة مع هذه القوى العظمى، لا تستطيع، لكن إيران تدفع بها وتعرف أن هذه الأذرع ممكن أن تضحي بها وأن تسحقها في الساحة ولا يهمها شيء، فبالتالي لا أدري، يعني لا نستطيع توقع ردود الفعل الأمريكية، لكن يعني أمريكا هي وحدها من ستجيب عن كيف
نتصرف في الساعات القادمة. نعم. دكتور رافع الفلاحي الكاتب والمحلل السياسي كان معنا، شكرا جزيلا لك. إذن أعزائي المشاهدين، قامت الميليشيات قبل قليل بهجوم على ساحة الحبوبي وقامت بإحراق خيم المعتصمين هناك، ساحة الحبوبي في الناصرية كما شاهدنا الصور المباشرة من هناك. نحن وإياكم في تغطية مستمرة مع آخر الأحداث على الساحة العراقية، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذه التغطية المباشرة من قناة رافدين، حيث قامت الميليشيات باقتحام ساحة الحبوبي في الناصرية وقامت بحرق خيم المعتصمين. هناك حديث عن سقوط شهداء وجرحى جرى هذا الحريق، انسحبت الميليشيات من هناك. للمزيد معنا الصحفي زياد السنجري من فيينا، مرحبا بك معنا سيد زياد. كيف تقرأ هذا الهجوم الذي قامت به الميليشيات على ساحة الحبوبي هذا اليوم؟ نعم، مساء الخير، تحياتي لك وكل مشاهديكم الكرام في هذا الوقت المتأخر، خاصة مع الأحداث المتسارعة. نعم. التي تحدث الآن في العراق من قصف للسفارة الأمريكية ومن أحداث الناصرية وتحديدا اقتحام ساحة الحبوبي من 4 محاور جرى هذا الأمر. لابد لنا أن نقرأ ما يحدث الآن في الساحة وارتباطه بما حدث اليوم في ساحة الحبوبي. نجد أن تخبطات مقتدى الصدر الأخيرة وتصريحاته وتهديداته ربما نفذها، أو هناك من نفذ عنه هذه التهديدات بشكل واضح وصريح، وتم إطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين في ساحة الحبوبي. وكما أسلفت من 4 محاور، وهناك ميليشيات تستغل سيارات بيك أب وسيارات مدنية، قامت بإطلاق النار وقامت باختطاف عدد من المتظاهرين أو المعتصمين في ساحة الحبوبي، كما أن هناك شهداء وجرحى آخرين، بل ذهبت أبعد من ذلك ومنعت وصول الإمدادات البشرية لساحة الحبوبي، وهناك حرق لخيام المعتصمين في الساحة، وأعتقد بأنهم اختاروا الناصرية لأسباب معينة، من ضمنها أو أهمها أن الرد سيكون لأبناء العشائر في الناصرية، رد مزلزل على تلك الحماقات التي ارتكبتها الميليشيات الحكومية التي لن تستطيع التصرف أو التعامل مع هذا الموقف لولا الدعم والضوء الأخضر الحكومي المباشر من قبل حكومة المقال عادل عبد المهدي، أو بسند أو غطاء من قبل مقتدى الصدر الذي هدد المتظاهرين في ساحة الحبوبي والمتظاهرين في صورة عامة في كل العراق، حيث حاول أن ينهي المظاهرات في داخل العراق. نعم. في آخر اجتماع له في إيران، وتحديد هوية رئيس وزراء مقبل من قبله على أن ينهي المظاهرات السلمية التي تحدث منذ 4 أشهر، وبدأ يبدو أنه أراد الأمر من خلال المظاهرات التي أقامها في بغداد لمدة ساعات. نعم. وأدرك بأن حجم المظاهرات أكبر،
ثم انتقل إلى الناصرية وبتنسيق حكومي، ولكنه فشل أعتقد، لأن أهالي الناصرية الآن في هذه اللحظات تم تصوير الفرق الموت والميليشيات التي هاجمت تحت الحبوبي، كما تم إمداد الساحة بكل ما تحتاجه، ووصلت فعلا سيارات الدفاع المدني والإطفاء إلى الساحة وأخمدت النيران، والآن المتظاهرين والمعتصمين في ساحة الحبوبي يقيمون الأضرار وحجم الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة إطلاق النار. نعم أستاذ زياد، يعني ألا تدرك هذه الميليشيات أو حتى التصريحات التي أدلى بها مقتدى الصدر وتهديداته، ألا يدركون بأنه كلما زادوا بدمويتهم وبهجماتهم على المتظاهرين السلميين ازداد عدد المتظاهرين وازداد عزمهم بمواصلة هذه الثورة؟ وخير دليل ما شاهدناه يعني على مدى الشهور الأربعة، وكذلك ما شاهدناه يوم أمس من خروج تظاهرات مليونية في الناصرية وفي بغداد وفي باقي المحافظات. لا شك بأن لكل فعل رد فعل، وما يحدث كما تفضلت أن هناك عدد كبير جدا من المتظاهرين الذين التحقوا في الأيام القليلة الماضية في ساحة الأحرار، وقسم منهم انشقوا عن التيار الصدري أيضا في ساحة التحرير. وهنا نتحدث أن القمع المفروض من قبل تلك الميليشيات يعني ترابط وتكاتف أكثر من قبل كل أبناء الشعب، ومن ضمنه العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية الأخرى. وأعتقد بأن التصعيد الذي يريدون أن يقوموا به في هذه المرحلة مرتبط بأمور سياسية ومرتبط بطلبات إيرانية مباشرة لوكلائها وعملائها في العراق، حيث يطلبون منهم إنهاء ما يحدث في العراق، كون ما يحدث في العراق يؤثر على إيران، وحدث بالفعل مظاهرات شاهدها العالم، ولذلك يزدادون قمعا وقتلا، وهذا الشيء الوحيد الذي يعرفونه. فكل الأحزاب التي تحكم الآن في العراق هي أحزاب عبارة عن مرتزقة، حاربوا الجيش العراقي، فجروا السفارات، قتلوا المواطنين، هاجموا الجامعات، فجروا الطائرات المدنية. لذلك ما نشاهده اليوم هو امتداد لنهج قديم جديد دأبت عليه تلك الميليشيات منذ سنوات طويلة، ولذلك نجد كمية العنف المفرط وكمية الاستهتار بدم العراقي هي موجودة. فكانت هؤلاء الأشخاص هم نفسهم الذين كانوا يطلقون النار على ظهور الجيش العراقي، اليوم يطلقونها هم بوجه المتظاهرين السلميين في ساحة الحبوبي وفي بغداد وفي كل المحافظات وفي البصرة وغيرها من المحافظات العراقية الأخرى. نعم، أنا سألت الدكتور رافع قبل قليل حول الهجوم على السفارة الأمريكية الذي قامت به الميليشيات اليوم قبل قليل، برأيك ردة فعل الجانب الأمريكي على هذه الهجمات، لا سيما أن هناك أنباء تحدثت عن سقوط 3 جرحى من داخل السفارة الأمريكية؟ عدد الجرحى هم 5 أشخاص. نعم. سقطت على مباني المطعم وساحة التنس ومباني بيوت الموظفين، وهناك إصابة خطرة أيضا من ضمن الجرحى، وهناك أنباء لست متأكد منها لحد هذه اللحظة عن موت أحد الأشخاص العاملين في السفارة وإجزاء الكادر المتقدم. نعم. يبدو أن السلطات الأمريكية أو وزارة الخارجية الأمريكية طلبت قبل قليل الحكومة العراقية بتأمين الحماية وبتوفير الحماية للسفارة الأمريكية، رغم أن السفارة الأمريكية تدرك بأن الحكومة العراقية الحالية لا تستطيع أن تحمي أي شخص. فشاهدنا كلنا اختطاف قادة كبار في الشرطة والجيش من قبل المسلحين والميليشيات. سطوة الميليشيات اليوم على كل المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة أو في بغداد والجنوب وحتى في شمال العراق. نجد أن حكومة بغداد عاجزة، تطورات المشهد
أعتقد خلال الساعات القادمة ستنذر بتصعيد ولو سياسي، وهذا ما تحتاجه الولايات المتحدة لأجل معالجة بعض القضايا التي تخص الداخل الأمريكي، من ضمنها التحقيق مع الرئيس الأمريكي ترامب، وبعض هذه التصعيد تحتاجه الحكومة العراقية أيضا، كونها حكومة تصريف أعمال وكون هناك الضغط السياسي هائل من قبل المتظاهرين على هذه الحكومة وعلى الطبقة السياسية التي تريد إنتاج لنا شخصية هزيلة أخرى على رأس الحرم الحكومي واختيار رئيس وزراء جديد. لذلك هذه الأعمال غالبا ما تأتي بتنسيق غير مباشر من قبل الأمريكان والإيرانيين، وهذا ما حدث بالفعل عندما قامت إيران بقصف القاعدة الأمريكية قبل مدة بعد مهاجمة السفارة الشكلية، فأوقعت بعض الإصابات وهي احتجاج في المخ، ولم توقع الصواريخ الباليستية الإيرانية أي قتيل أمريكي. لذلك وعلما أن الأمريكان لديهم علم مسبق بالضربة، إذن هذا التصعيد وهذا العرض أو الشو الموجود الآن هو لأجل انقطاع غضب المتظاهرين والثورة العراقية ودفعهم إلى عدم التصعيد. ولكن أعتقد بأن العراقيين فهموا اللعبة جيدا وأفشلوا كل مخططات التيار الصدري وأفشلوا كل مخططات السياسيين الحاليين، لذلك نجدهم مصرين على تقديم إرادة الشارع العراقي أو النخبة العراقية أو المواطن العراقي على كل الإرادات السياسية والعصابات التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى. فأعتقد أن الموقف أكثر وضوحاً اليوم رغم هذا التصعيد وهذا التشعب القائم الآن على الساحة السياسية والساحة الأمنية في العراق وفي كل المحافظات العراقية الأخرى. نعم، الصحفي زياد السنجري كان معنا من العاصمة النمساوية فيينا، شكراً جزيلا لك. إذن أعزائي المشاهدين، في هذه التغطية تابعنا كيف قامت الميليشيات باقتحام ساحة الحبوب في الناصرية في محافظة ذي قار جنوب العراق، وقامت بحرق خيم المعتصمين هناك. الأنباء التي ذكرها الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي أكدت سقوط شهيدين لغاية الآن وإصابة العشرات بسبب هذه الحرائق التي اندلعت. الميليشيات انسحبت بعد حرقها الخيم مستغلة نوم بعض المعتصمين والناشطين هناك، ومستغلة الساعات الأولى من الليل قامت بهذا الفعل. أهالي الناصرية قاموا بالتوجه إلى ساحة الحبوبي وقاموا بترديد هتافات تندد بهذا الهجوم وبهتافات تحيي فيه المتظاهرين. في ساحة التحرير في العاصمة بغداد خرج المتظاهرون تضامنا مع المعتصمين في ساحة الحبوبي في الناصرية، وكذلك هناك رسائل تضامن من البصرة ومن النجف. نعم، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.